ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الفقرة اللي كلهم مستنيينها، كل الأطفال وكل الكبار مستنيينها، فقرة الساحر مندو المصري والموهبة اللي هنعرف في الآخر إذا كانت سحر ولا خفة يد. أهلا بيك، يا عاملة إيه؟ إزيك يا مندو؟ الحمد لله تمام. عامل إيه؟ تمام كويس. أنت جاينا منين يا مندو النهاردة؟ أنا جاي من النهاردة من الدقهلية، من دي كرنس طبعا، محافظة المنصورة. مندو جاينا النهاردة من الدقهلية من منصورة في عز الجو اللي احنا فيه عشان توري موهبتك للناس. انا جاي النهارده قابل المشاهدين وابارك. يلا نبدا بحاجه. يلا نبدا. دي طبعا كوتشينه بس حجمها كبير شويه. تمام، اعملي تشيك كده اتاكدي العلبه فاضيه ما فيهاش حاجه. على فكره يا جماعه انا صريحه معاكم، يعني انا بشوف مندو بيعمل ايه معاكم كده على الهواء. تمام، اختاري اي ورقه ما توريهاش ليا، شوفيها وراها للكاميرا. اي ورقه؟ اي حاجه شوفيها وراها. تمام، هاتيها لحظة. هي كده فين؟ في نص الكوتشينة. طبعا تتأكدي ان العلبة ما فيهاش حاجة. طيب ماشي، المسي كده صباعي. لا صباع واحد بس. لا المسيني كده. المسك انت. لا ما تخافيش. لا 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 ما فيش حاجة والله. واتش، حافظة الكارت صح؟ طبعا. ركزي هنا، الكارت بتاعك بيطلع لوحده. لا وبيطلع ازاي؟ لا استنى بس. لا 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 في حاجة. ده الكارت اللي انت اخترتيه. اوريك حاجة تانية. ازاي طيب؟ لا انا دي طبعا كوتشينة كلها ارقام عادية. اي صح؟ طبعي. ارقام كلها مختلفة. هطلب من حضرتك دلوقتي ان انت تختاري اي ورقة، نسيها كده، اختاري اي حاجة. المسها ولا؟ لا شديها. اشدها؟ شوفيها ورا الكاميرا. خلاص؟ مش حطي هنا، حافظه الكارت بتاعك؟ طبعا. حطي هنا. تمام، هطلب من حضرتك ان انت تقولي الكارت بتاعك كان رقم كام؟ اقوله؟ قوليه عادي. 7000. 7000 هي كده فين؟ في وسط دول، في نص الكوتشينه. صح؟ افتحي ايدك كده، هي دي. دي 10 صح؟ قربي ايدك عليا شويه، هحط ال 10 دي هنا كده. تمام، علشان نخليها رقم 7 لازم نعمل ايه؟ نقص منها 3. هي كانت حمراء ولا سودة؟ حمراء. حمراء صح؟ هعمل كده 1 2 3. شوفيها كده. لا انت بتهرج. لا انا لا لا ورا الكاميرا. لا بجد انا بجد انا بجد خفت. لا انا بجد. لحظه لحظه اوريك حاجه تانية. شفت ايه؟ اتاكدي طبعا ان دي لمبه. دي لمبه. انا لمبه عاديه. في خاتم. اتاكدي ان اللمبه عاديه. بطيئه بالراحه. لمبة عادية يا جماعة ما فيهاش حاجة. طب أنا هطلب من حضرتك اللي أنتِ هتنورني ولا لا؟ مش هتنورني. المسي كده صباعي. المس صباعك أنت؟ ركزي هنا. لا تاني، 1 2. ركزي على اللمبة. ركزي عليا. اتكسر. أهي. لا اتكسرت. اللمبة اتكسرت. كسرت 100 حتة. حطها هنا. دي طبعا مولتو. تمام، اطلب من حضرتك اللي انت تطلعي اي فلوس. اي فلوس من أي معاك؟ فلوس؟ اي فلوس. شنطتي. ثواني كده. طيب براحتك. اي عمله اي يعني؟ حاجه. اي حاجه ممكن دي عشان. تمام ماشي، امسكي النوته دي، افتح القلم. لا خدي ده، اكتبي الرقم اللي موجود هنا على 10 جنيه. اكتبي 5 7. بالانجلش ولا عربي؟ اي حاجه. ماشي، من الشمال. 5 7. 5 7. 3 6. 8 6. 2. تمام خلاص، خليكي حافظه. في حاجه هنا، حطي ايدك كده للاخر. لا تمام، زياده التاكيد برضو اللي احنا نحط هنا اي حاجه واقع. صح كده. ماشي، هقفل السوسته. ال 10 جنيه بتاعتك كده هي فين؟ جوه صح. مش هعمل كده. واتش، اختفت. لا انت بتهاي. اختفت خالص. انا كنت جايب هنا معايا مولتو. تمام، استنى، مولتو ده مش مفتوح؟ لا انا هفتحه كده. واصلا عشان كانت معايا. هو سليم. مفهوش اي حاجه.
العشرة جنيه اختفت. ها لا ما تقوليش في المولتو. ثواني، هي حتى سليمة صح؟ مولتو عادي سليمة اهي. انا عايزة اروح. انا عايزة اروح. لا بتهار. وري كده الرقم. اوري الرقم. الاتنين مع بعض. خمسة سبعة. خمسة سبعة. وروهم الاتنين مع بعض. استنى 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 نفس العشرة جنيه ولا لا؟ خمسة خمسة سبعة تلاتة ستة تمانية ستة اتنين. نفس العشرة جنيه يا جماعة. طبعا كل عملة بيكون عليها كود معين. هوريكم حاجة تانية برضو. طيب استوعب بصراحة. حطي دي هنا. لا ده مولتو بجد. يا جماعة مولتو بجد والله اللي بناكله. طب ازاي دي؟ حوالي ايه؟ اختاري اي ورقة. اي ورقة قدامي عادي. قدامك أي ورقة عادي؟ اي ورقة براحتك. ورقة برضو للكاميرا انا اشوفها عادي. مش عارفة ايه كده. تمام. انت اخترتي تقريبا الشايب صح؟ لا الولد؟ ماشي. افتحي ايديك الاتنين. ده اللي انت اخترتيه صح؟ حطي ايديك التانية عليه. اغطيه كده؟ وانا اختار ليه الكارت. ده رقم كام؟ 10 هارت. اهي هاخد العشرة دي كده. اختفت. خدت منك الولد. العشرة بتاعتي بقت جوه ايدك. شوفيها كده. انت عارف ان لو لقيت العشرة هنا هقفل الهوا واروح بجد عشان انا بجد خالص. 10 هارت كمان. تأكدي. طب انتوا شوفوها وقولوا لي. 10 هارت. ابص. هي فعلا. هوريك حاجة تانية برضو. ثواني. طبعا. ايه اختاري كده. 10 10 نفس الكارت برضو اللي انت كنتوها هنا بالظبط. طب ماشي. اختاري اي ورقة بس ما توروش ليا المرة دي. وري لي الكاميرا وشوفي انت بس. اختاري شوفي. خلاص ما توروش ليا. تمام. حفظتي. حطي هنا. هو كده فين؟ في نص الكوتشين. انا معرفش انت اخترتي ايه. فنطة كده جامد. افتحي لي. هو الخمسة. هو ولا لا؟ لا جاوبيني. لا مش لا هو. مش طب ماشي افتحي ليك. مش هو الخمسة؟ لا. حطها هنا. يبقى هو الستة. غلط ولا لا؟ غلط صح؟ لا غلط. تمام. انا ايديا فاضية. فايدك لفوق شوية كده. شوفي شوفي. لا. لا مش مستوعبة. ثواني هوريكي حاجة تانية. خمسة. طبعا القلم في الماستر هو فين؟ لا عفوا خلي معاكي. احنا فاضل دقيقتين ونختم وانا يعني خلاص مهدودة فعلا. ممكن ترسمينا اي رسمة؟ اي رسمة؟ اي رسمة ارسمها كده؟ انا هعرف الرسمة اللي كلنا بنعرف بنرسمها واحنا اللي هي. تمام. طب ليه انت الاحراج ده؟ اي رسمة؟ ايه يعني حمام عصفورة. ايه ده؟ انت رسمت حمامة صح؟ شايفة؟ ركز عليها. واتش. لا. هوريكي حاجة تانية أخيرة برضه. لحظة. برافو برافو فعلا. ثواني. اتأكدي ان مفيش حاجة. افتحي دي ونخلي اللعبة معاها بعدين. تمام. ده اخر حاجة. دي وبعدين دي. وراها طبعا للمشاهدين اللي هي فاضية. مفيش حاجة. طب اسألك سؤال، ينفع الاسطوانة دي تخش جوه هنا؟ لا مقفول. اهي مقفولة صح؟ من هنا. مقفولة من النص. تحت كده برضو مقفولة. الجنب التاني. من كل مكان مقفولة. طب حطها عندك. انا هحاول ادخلها جوه هنا. حاول. واتش. دخلت جوه. طب انا صعب على نفسي شوية. تنفع تختفي ترجع تاني هنا ولا لا؟ لا مستحيل صح؟ هي فين؟ هي جوه. هي هنا. ما ينفعش تختفي تيجي هنا. لا. 1 2 3. لا لا اختفت. نزلت هنا. برافو فعلا. هوريكي حاجة تانية. فاضل لنا لعبة واحدة. آخر حاجة.
برافو برافو يا مان. انا معايا هنا 1 دولار تمام تمام ومعايا هنا صندوق، حط ال 1 دولار هنا. ال 1 دولار ده لو معاكي تقدري تشتري بيه ايه؟ 1 دولار يعني حوالي 15 جنيه تشتري بيهم ايه؟ 2 مولتو من ده 2 مولتو. طب ال 1 دولار ده لو قلت لك هيشتري لك حاجات كتير قوي ينفع ولا لا؟ لا ما ينفعش صح؟ لا ما ينفع. 1 2 3 طقم دولارات. لا ده بجد؟ دولارات كده. انا سعيده جدا بيك يا ماندو. انا لحد دلوقتي مخضوضه على فكره والله. مخضوضه من اللي انت من كل الحاجات اللي انت عملتها كل ده. انا عايزه اعرف بس يا ماندو، مين القدوه الحسنه في حياتك ومين اللي ساعدك تعمل الحاجات دي؟ هو بصراحه انا ليا صديق. برافو 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 فعلا. ليا صديق واكتر من اخ اسمه مختار، ده اللي دايما بيشجعني وبيدعمني. اللي انا اسمه مختار صاحبك. ده اكتر من اخويا، دايما بيدعمني وبيشجعني ان انا اطور من نفسي وان شاء الله يعني في تقدم ان شاء الله. لينا لقاءات تاني كتير تمتع جمهور بيها ورقمك على الشاشه. وبنشكر برضو مختار صاحبك اللي جه معاك النهارده عشان يدعمك. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. انا مبسوط والله. انا ميرسي يا ماندو. اعزائي المشاهدين، انا مبسوطه انا كنت معاكم النهارده، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم. حلقه كلها طاقه ايجابيه من اولها، من اول الدكتوره ياسمين، استاذ احمد، ماندو. وبشكركم، وانتظرونا يوم الاربعاء الجاي باذن الله الساعه 9 في حلقه جديده من طاقه ايجابيه. تسنيم عبية، مع السلامه. Thank you.